يا استاذ محمد معلش سمحت لي. اتفضل. لنفترض ان احنا دلوقتي في نفس العقار. تمام. شقتين قدام بعض. تمام. الشقه دي ساكنه وناس قاعده امنه مستقره. بيتهيألي ما حدش يتكلم ان حد يهز استقرارهم. الشقه الثانيه مقفوله. طب ما انا جاي لك. لا جاي لي فين؟ لا جاوبني. والله جاي لك. جاوبني مقفوله. ما انا لا ما حضرتك لم تذكر حضرتك لم تذكر المالك في سطر. لا انا جاي لك في كل حاجه. انا جاي لك. اصطبر عليا بس. يا بيه ده انت شويه وتطالب بحبس المالك. لا انا ده انت شويه وتطالب بحبس المالك. طب انا هقول لك حاجه. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. احنا بنتكلم في ايه؟ اتفضل. لا ما ينفعش مقاطعه. هو وقته عشان يقول لي ما خدتش وقتي. اتفضل يا فندم. ما انا صبرت على المعارضة. لا اتفضل يا فندم. لا اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. احنا بنتكلم ان هناك طرفين صح؟ صح. الحكم العدل انه هو القانون واحكام المحكمه الدستوريه عشان ما يبقاش فيه هوى لاحد الطرفين. طبيعي. وانا ما بتكلمش خالص على انه زي ما حضرتك بتقول انه انا شويه احبس المال. ده القانون. انا بتكلم بالقانون. مش انا بتكلم بالقانون دلوقتي وبالاحكام الدستوريه. لو انه انت ارتقيت من كلام انه الملك يتحبس يبقى المحكمة الدستورية هي اللي قالت مش انا. الامر الاخر انه لما اجي اقول انه حضرتك زي ما تفضلت في الشقق المغلقة عشان ايه ابقى بجاوب على سؤالك بسرعة وما تتصورش ان انا لا خالص. القانون ده ها وازن بين طرفي. بمعنى ايه؟ الشقق المغلقة ده مفيش مصطلح اسمه قانوني اسمه الشقق المغلقة. في مصطلح اسمه الترك النهائي. والقانون بيعاقب على الترك النهائي باعتباره أحد أسباب إنهاء العقد. وبالتالي اللي بيتقال إنه لو مستأجر ساب شقته طيب خلاص ارفع دعوة وعبء الإثبات على المالك واثبت إنه هذا ترك نهائيًا والشقة مغلقة وتاخد حكم وبالفعل صدر أحكام في هذا الشأن. لكن لما أجي أقول بحط قرينه انه الشقه اصلا لو مقفوله سنه ولا سنتين المحكمه الدستوريه ومحكمه النقض العليا قالت انه الترك لو كان لسبب طارئ زي الدراسه او العمل او الهجره خارج البلاد طالما انه هذا المقر هو الموطن الرئيسي يبقى انا لازم ده محمي بالقرينة. طيب لو معموله مخزن ملابس ولا مخزن احذيه ولا اي حاجه انت برضه القانون يتكلم على تغيير النشاط. ما انا عشان كده بقول لك القانون يتضمن كافه الحلول. اضيف لك بقى كمان احنا بنتكلم على انه المستاجر بقى يملك ومش يملك وبقى يملك. طب يا سيدي ما انت عندك الماده 22 كان فيها وما زال حل واضح وصريح انه اذا تملك المال المؤجر او المستاجر اكثر عقار اكثر من ثلاث وحدات هو بقى بين امرين. اما انه يعطي المؤجر شقة مماثلة بذات القيمة الإيجارية أو يخلي المكان. وبالفعل وقريباً صدر حكم محكمة السناف الإسماعيلية بالإخلاء وإنهاء العقد استناداً إلى هذا المقر.